رحلة البحث عن سقف بيت جمعت هؤلاء الأشخاص هنا أمام هذه السكنات. المرادات الدراهم تاع لاسيان تاع لي زاكيرور الذي جمعهم هو الانتظار لسنوات طويلة. طول الشونتيي بزاف، كبرنا، كبر ولادنا، واش رانا نستناو؟ والتلاعب بمصيرهم وبسكناتهم وحتى أموالهم. راهي تخدم بهذا الاسم، تستعمل هذا الاسم، باسكو هذا الاسم اداريا يفتح ابواب. في مون برومي فيرسمون 2008 و نو سوم 2023. نحن امام مشروع 444 مسكن التسهمي الاجتماعي LSP بسويدانية بالعاصمة الجزائر. منذ سنة 2004 انطلق هذا المشروع، رغم تسديد المكتتبين كل الدفعات والمستحقات المالية المترتبة عليهم، والتي قدرت بمليار و200 مليون سنتيم حسب بعض أصحاب السكنات. souscriptrice في هاد لا بروموسيون depuis 2015 رانا مخلصين لا توتاليتي 12 مليون دو دينار، مليار و200 سنتيم. alors كي كون جي souscrit في هاد لا بروموسيون الكبير نتاعي كان في الابتدائي والصغيره تاعي كانت مازال ما زادتش. الكبير نتاعي دركا راه رايح يتجوز الباك، والصغيره تاعي في عمرها 8 سنين. مخلصها راني نعطيها 1 مليار 230 مليون. إلا أنهم لم يستلموا سكنتهم إلى غاية بث هذا التحقيق. هاي داري مكمولة بصح ما عطاوها ليش. كي تروح تشتكي تقول لهم علاه، واحد ما يقدر يريبوندي لك. بيرسون نو فو ريبوند. يوجد منهم من توفوا قبل استلام سكنتهم. كاين مكتتبين الزوجة تاعو مات الله يرحمها ما شافتش من با دارها. كاين ناس كي الزوج كي الزوجة ماتوا. عطلت عطلت عطلت، قلت لك حنا رانا نكبروا، ولادنا راهم يكبروا، اللي مات مات، اللي شاب راسو شاب، اللي مرض مرض، وحنا رانا مازلنا نستناو. مرت 10 سنوات كامله. سو شونتيي دوا اتر ليفري، اي بو با ريستي كوم سا على غي. الناس راهي ملت، كرهت، عيات، ما عرفناش واش نديروا، اون سي بلو كوا فير. كفايه عيينا، هرمنا، كرهنا، 10 سنين سكنه نشوف فيها ماشي ساكن فيها. جولة ميدانية فجائية قادتنا إلى موقع السكنات بعد تلقي شكاوي من المكتتبين. إليكم ما وجدنا داخل المشروع. سكنات دفع فيها المكتتبون أموالهم وانتظروها لسنوات طويلة تحولت إلى أوكار للفسق والمخدرات، وبعضها الآخر اتخذها الأفارقة ملجأً. طبعي طبعي الباب. أو غلقوها، داروا المفتاح، داروا كل شيء. أمر أمر أمر. Ça fait un peu longtemps. Ça fait un an et quelques. On est là. On travaille dans les sentiers en bas. On dort ici. Est-ce que vous avez le droit pour rester là? Le droit. Bon. Quand même, on n'est pas un endroit si c'est pas ici. Ici, on travaille dans les sentiers. Là, on dort ici. Mais est-ce que tu connais que vous êtes hors la loi? Bon, la loi. On a trouvé notre frère qui était ici et ils ont parti. C'est eux qui ont dit que c'est eux que nous on connaît ici. Mais ils ont parti, bon, ils ont laissé nous ici. Aussi, c'est pas pour rester ici. Peut-être aujourd'hui, demain, si on a trouvé ce consensus. On...
من هي المرقية العقارية التي جعلت مئات من المكتتبين يحلمون بالسكن 10 سنوات رغم امتلاكهم الأموال والمكان؟ هل واجهتها صعوبات مادية أو ربما إدارية أدت إلى كل هذا التأخير؟ أم هو تماطل، استغلال وتلاعب بأموال الناس؟ يوجد عدد من السكنات التابعة للمشروع لم تنطلق فيها الأشغال إلى حد الآن، أي بعد 10 سنوات كاملة وبعد دفع أصحابها كامل التكاليف، فأين هو المشكل؟ أنا شخصياً المستفيد تما، السكن ديالي لحد الآن ما طلعش من الأرض، لا وجود له، لا وجود له. كاين مكتتبين قدموا أموال المرقية العقارية وعادتهم بإنجاز سكنات، ولكن إلى حد اليوم هناك من المكتتبين سكناتهم لم يشرع فيها بعد، ما ناضوش من التراب يعني. دونك أنا فيه قضية نصب واحتيال، نموت وما نسكنش، حياتي كاع نخدم باش نشري الدار اون فين كونت ما سكنش، راني ساكنه لوجمون دو فونكسيون. اما مجموعه اخرى من المكتتبين فلم يتحصلوا الى الان على عقد الملكيه. كاين ناس دفعوا دراهم، دفعوا لا توتاليتي تاع دراهم وما تحصلوش لا على سكنات ولا على عقود. لي بابي اللي عطاتهم لي، عطاتني لي ريسيت بايمون، خلصت في البنكة في شراكة وعطاتني خدمت لي اون افيكتاسيون. ابار سا حتى لدرك اوكان بابي. رغم ان القانون يلزم المرقي العقاري بابرام عقود البيع على التصاميم، اللي راه مخلص دراهم كبار ما عندوش مين بام بابي، عنده دي ديسيزيون وراهم ياجور ديال ما بوندونين. الماده 70 تنص على ان كل مرقي عقاري يعرض بيع املاك عقاريه في اطار ترقيه عقاريه دون ابرام عقد الحفظ ان كونترا دو ريزيرفاسيون او عقد البيع على التصاميم ان كونترا دو فونت سور بلان، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامه ماليه من 200 الف دينار الى 2 ملايين دينار. ما كي نسمعوا بالبيع على التصاميم نفهموا انه ما راحش يبيع الشقق، راهي موجوده حاليا على ارض الواقع لكنها مصممه، يعني راهي على التصاميم. هذا البيع على التصاميم وجعلوا القانون قواعد ثابته لازم يلتزم بها المرقي العقاري باش تشري يعني وتسدد اول دفعه، لازم تكون توثق يعني تسجل وتدفع الدفعه عند الموثق وفق لعقد البيع على التصاميم، هذا هو الشيء القانوني. المادة 46، 47، 48 و49 من نفس القانون، أي 04-11 المنظم لنشاط الترقية العقارية الذي يلزم المرقين بتحمل المسؤولية وضمان السير الحسن لهذا النشاط. مشروع 444 مسكن الذي يتحدث عنه المكتتبين، ما حدث فيه يبدو عكس ما تنص عليه المواد القانونية السالفة الذكر. القانون رقم 11-04 المؤرخ في 17 فبراير 2011 المحدد لقواعد نشاط الترقية العقارية نص على العقوبات التي يتحملها المرقي العقاري الذي لم يحترم التزاماته التعاقدية. ممكن تكون عندهم الأرض، ممكن يكون مدعم من طرف الدولة ويبدأوا يبنيوا يعني الشقق ديالهم، وذلك بتمويل من المكتتبين والمستفيدين. هذا المكتتب لازم قبل ما يدفع أول يعني لا بروميير ترانش. بعد مرور الأيام والسنوات أراد أصحاب السكنات استرجاع أموالهم بعد أن يأسوا من تسلم بيوتهم جاهزة، لكنهم لم يستطيعوا فعل ذلك. رجعي لنا دراهمنا، ما نرجعش، عطينا نوتخ بيان، ما نمتش، ما عنديش، طول طون على طول طون دو بونز اكسكوز بور سيشابي. أنا عطيني دراهمي خليني نروح نشري أي حاجة نسكن ولادي وما نعيش هكا مخنوق أنا. وها هم اليوم بدون سكنات، بدون أموال
وبدون أمل للحصول على سكن مدى الحياة، خاصة وأن المعنيين مسجلون في البطاقية الوطنية للسكن. بعبارة أخرى، لا يمكنهم الاستفادة من أي صيغة سكنية أخرى. ما عنديش الضروة باش نروح انجاجي أنا في سوسيال ولا في عدل ولا في ولا البيبي ولا، راني محكوم أنا معكم. فكتبوا إرساليات ومراسلات ورسائل مستعجلة للسلطات المكلفة بالسكن في ولاية الجزائر: وزارة السكن، ولاية الجزائر، مديرية السكن، ومديرية التعمير. المديرية السكن كتبني لوزارة السكن، مام وزارة ما عندهم حتى دخل. وش قاعد لي نكتب؟ نكتب لوني، نكتب لوني ولادي صغار نبعثهم يكتبوا لي نساف. بالك من الخارج كش ما يحلوا لنا المشكل. L'association dert plusieurs démarches dans ce sens, des lettres ouvertes les autorités responsables. بصح pour le moment personne n'a daigné venir à ce projet. رسلنا الوزير الاول عده مرات، السابق والحالي. رسلنا وزير السكن السابق والحالي عده مرات. رسلنا الوالي والي ولايه الجزائر عده مرات، السابق واللاحق. رسلنا السلطات الامنيه، رسلنا السلطة العليا لمكافحة الفساد. حتى الجرائد الوطنية باختلافها تناولت القضية. 160 مكتتبا من أصل العدد الإجمالي لم يتسلموا سكنتهم إلى الآن. احنا قاعدين لي بروسيدور بور ريغلي سو بروبليم لا سا مارش با. الحمد لله جات هاد لاسوسياسيون هادي قبلت تطمنا قاعتك، باسكو كنا نهضروا انديفيديوالمون، كانت تتمسخر بينا نجوا لهنا تسينيو في هاد لو ريجيستر. اسسنا الجمعيه واتصلنا عده مرات بالمرقيه العقاريه وجلسنا معاها في اجتماعات رسميه، وكانت كل مره توعدنا بل المشروع سيسلم. قالت لنا هذاك الوقت في 2020، في 2020 قالت لنا نهاية 2020 تسكنوا. فأسسوا جمعية للدفاع عن حقهم ولتتبع القضية. التقوا مرات عديدة بالمراقية المعنية، وكان كل لقاء ينتهي بوعود مفادها ستتسلمون سكنتكم في نهاية سنة 2020. 2020 فات ما سكناش، 2021 تسكنوا ما سكناش، وبحضور السلطات الممثلة في مديرية السكن لولاية الجزائر. انتهت سنة 2020 وتلتها سنة 2021. آخر اجتماع للمعنيين مع صاحبة الترقية العقارية كان سنة 2021 بحضور ممثلة عن مديرية السكن لولاية الجزائر ومديرية التعمير، وانتهى كسبقه بوعود لم تجسد على أرض الواقع إلى اليوم. وعدتنا باللي في هذا 2022 نسكنه، ولكن هاد فاتت السنوات بدون ما نولي اللور. نقول لك من 2004 والناس يستناو، من 2020 وحنا نستناو عام يجيب عام، والى اليوم ما كانش سكنات. وها نحن في اخر شهر من سنه 2023. دونك ال فو با تروفي اون سوليسيون سو بروبليم. لو شانتي كوم فو بوفي لو فوار راهو على غي. Je ne sais pas comment elle fait à chaque fois pour se dérober à la justice. هضرنا معها بالحوار ما حبتش تفهم قانونيا. Elle veut pas aussi se soumettre للقانون. بعد الاجتماعات السابقة تلقت المرقية العقارية إعذارين اثنين يفيدان باستكمال المشروع في مدة زمنية لا تتعدى 20 يوما. مع الضغط تاع المكتتبين استجابت مديرية السكن، وين دارت الإعذار الأول، بعثت لها إعذار للسيدة باش تكمل المشروع. الإعذار هذاك بعد 10 أيام أو 20 يوم زادوا لها الإعذار الثاني، وعطوا لها وقت محدد في حال في مدة 10 أيام إذا
مكان إذا ما استمرتش الأشغال يتخذوا ضدها إجراءات. مرت قرابة السنتين على الإعذارين والمرقية العقارية لم تباشر الأشغال ولم تستكمل المشروع، والصورة تتحدث عن نفسها. الإعذارين عندهم أكثر من عام منين خرجوا، هي لا بشرت الأشغال ولا مديرية السكن قامت بالإجراءات القانونية اللي تنص عليها التشريعات المعمول بها في الشأن هذا. هذا الإعذارين يسمى بالإعذار قبل الحلول، يعني وجب على هذه المرقية العقارية أن تعيد بعث الأشغال، وإلا سوف يسحب منها المشروع ويعين مرقي آخر بدلا منها. ولكن للأسف الشديد هذين الإعذارين بقيا حبرا على ورق، لا المرقية استجابت له ولا مديرية السكن استنبطت النتيجة القانونية المترتبة عن ذلك، أي استبدال المرقي. بعد كل هذا طلبت المرقية صاحبة المشروع من المكتتبين دفع مبالغ إضافية على ثمن السكنات بحجة الزيادات في أسعار مواد البناء. الديبلكس على الناس كان اللي راهم واجدين هاهم على ما تعطيهم فيهم الحشيش، يجوا لي هذا كي تقول لهم زيد زيدوا لي دراهم. صراحة عندك واحد يخلص السكن تاعو إجماليا ويزيدوا يعيطوك يقولك لازم تزيد تخلص، جو با واش راح نزيد نخلص. ديجا أنا راني نزيد نخلص، صح سي فري راني نزيد نخلص في الكرم، راني مخلص السكن كومبليتمون وراني 10 سنين وانا نكري. لو مناج توجور باش تقول لهم زيدوا لي شاك فوا زيدوا لي شاك فوا. باغ اكزومبل انايا جي ريوسي ان دوبليكس 100 كاب، قالت لي فوزافي لا كاب زيد تخلصوا زياده. كاين هناك من مطالب بدفع مبلغ 2 ملايين دينار، يعني 200 مليون سنتيم، كون هناك مليون دينار، مبالغ تختلف ولكن لا تستند الى اي معيار لا قانوني ولا تقني. غير أن القانون ينص على زيادة في هذه الحالة لا تتعدى 20%، في حين أن المادة 38 من قانون الترقية العقارية واضحة تقول أنه يمكن مراجعة الأسعار في حالة ما إذا كان الأسعار ارتفعت مقارنة مع تاريخ إبرام العقد، ولكن في كل الأحوال لا يمكن أن يتعدى مبلغ 20% من السعر المتفق عليه. القانون حدد هذه الزيادة أنها تكون ب 20% فقط، مثلاً أنه ما يقدرش الشقة يشريها عليه بنقوله 900 مليون، بعدها نهار يروح يستلم يقول له لا لهم زادوا الأسعار وسمت ولي الشقة بمليار ونص، يعني يزيد له زيادة مفرطة. هنا لا، القانون حدد الزيادة وتكون يعني مسببة، قال الحاجة الفلانية راهي زادت بالسومة، وبالتالي الزيادة يجب أن لا تتجاوز 20%، هذه لازم ننبهوا لها. المستفيدون من السكنات تقدموا بشكاوى للعدالة ضد صاحبة المشروع وتحصلوا على أحكام جزائية في صالحهم. هناك من بعض المستفيدين الذين قدموا شكاوى جزائية ضد هذه المرقية العقارية، ولقد تحصلوا فعلا على أحكام جزائية في صالحهم. الأوتوريتي إن شاء الله نتمنى أنهم يديروا لو نيسيسير باش هذه المخلوقة هذه الغون دي كونت على دي كونت أغوند ال بو با سي ديروبي على جوستيس. لازم يقدموا بشكوى، لازم يتقدموا بشكوى، لازم يلجؤوا إلى المحاكم باش يطالبوا بتسليمهم هذه السكنات، إضافة إلى فوق تسليمهم أنه يعني يقوم بتعويضهم عن ذلك. هذا المشروع اللغز الذي أكل عليه الدهر وشرب، جزء منه لم ينجز وجزءه الآخر أنجز فيه سكنات لا يستطيع أصحابها الولوج إليها بسبب انعدام التهيئة الخارجية والبنية التحتية. بالنسبة للعقوبات الإدارية وردت في هذا القانون وبالضبط في المادتين 64 و65 من قانون الترقية العقارية، وتتمثل أساسا في سحب مؤقت
للاعتماد، سحب نهائي للاعتماد. اي للاعتماد، معناتها يسحبوا منه الاعتماد وذلك المشروع يحول الى مقاول اخر ليتم يتمم ذلك المشروع. إن بالنسبه لسحب المؤقت للاعتماد يكون في حاله تقصير المرقي العقاري في التنفيذ الجزئي لالتزاماته اتجاه المكتتبين واتجاه المقتنيين. السحب النهائي يكون في حاله عدم استيفاء الشروط الواجب توفرها في الحصول على الاعتماد اصلا، ويكون ايضا في حاله تجاهل عن قصد المرقي العقاري لالتزاماته بصفه خطيره ومتكرره. العقوبات الجزائية أنه كي ما يكملش البناء، كي ما يلتزمش، كي ممكن يعني يهرب أو يعني يهرب يعني بالدراهم تاع المكتتبين، هنا كذلك عقوبات جزائية اللي ممكن توصل حتى يعني مش غرامات فقط، توصل حتى للحبس. فمن بين هؤلاء الأشخاص من لا يزال يدفع مستحقات الكراء إلى يومنا هذا رغم تسديده كامل مستحقات شقته الموجودة بين جدران هذه الترقية العقارية. صراحة واحد يقعد يكري 10 سنين، ما راك ستابل انتايا، ما ولادك ستابل، عندي ولادي أنايا كل عامين لازم نرحل نسكن ولادي وما نعيش هكا مخنوق أنا في هذا في هذا في هذا في هذا الكرام الكرا اللي راني فيه. واحد عنده دار وعنده دار وراني فيه 10 سنين وانا نخلص في الكرا، راني واصل برسك دوك 600 مليون هذا كرا اللي راني نخلص فيه. بعد الاستماع الى انشغالات المكتتبين وجمع كل المعلومات الخاصة بهذا الملف، تواصلنا مع المرقية العقارية، حضرنا الفريق الذي يتنقل إليها، وفي نفس الوقت زميلنا يحمل كاميرا خفية لتوثيق كل ما يحدث خلال اللقاء في حال واجهتهم صعوبات أو مفاجآت. السلام عليكم. صباح الحمد لله. ماذا تشكو؟ Bon, il y a tous nos deux rendez-vous des gens où l'ouel ma m'estrablet nage parce que comme ça fraché. J'ai été d'achever voilà la deuxième fois qui a tenu rendez-vous a tenu fille d'Ara après elle a été belle le coup j'allais la mettre. Donc à j'ai été en dehors. علاش باب جديد بصح؟ الريسبونسابلي توتمان هو اللي جبر العاشر. دوكا هي بوطون تدخل ما تعرفش دير كيفاش؟ دونك اي واحد يجي يهضر لها على لي كاس 44 لازم يروح الباب جديد. مي هما راهم هنا في السويدانيه ولا تحسياش في السويدانيه، علاش باب جديد؟ يقول لك عندهم لي رونديفو وحبوا يشوفوا لي اونجون باي باي. يروحوا عند عمر لو تون يكون ندير انايا لا ريسبونسابلي. تمام. تمام. ريكلاماسيون ديالهم ايتو وهو اللي يديهم. وكيفاش دوكا هي مايش هنا كاع في الجزائر ولا ما سمعت خشم بالك داكور بيرسي رانا كل ما نجو ما تكونش باش بلا ما تشقاي بعضك قولك هي هنا دوزي مايش هنا مايش هنا شحال عندها هي ما كاش دوكا ما كاش في الجزائر دونك زيدوا لها اي سمان parce qu'on est en août. On est en août, c'est trop, oui. Allez, merci, barakallahu fik. أيضا مشاهدينا وكما ترون بعد تواصلنا مع المرقية العقارية لعدة مرات كان بدايتها منذ شهر أوت الفارط أعطتنا عدة مواعيد، أول موعد لم نستقبل فيه، ثاني موعد ألغي بسبب وفاة أحد أقاربها، واليوم بعد حضورنا إلى مقرها الكائن ببلدية السويدانية لم نجدها بمكتبها، وأخبرتنا موظفة الاستقبال بأنها غير متواجدة حاليا بالجزائر. Thank you.
نتوجه الآن إلى الجهة المعنية بمراقبة المشروع والمرقية العقارية على حد سواء. حسب مديرية السكن لولاية الجزائر، سبب توقف الأشغال بالمشروع يعود لانتهاء مدة صلاحية رخصة البناء. سبب توقف المشروع هو انتهاء مدة صلاحية رخص البناء، حيث تمت المصادقة على ملف من طرف ملف بيرمي دو كونستروير من طرف الشباك الواحد الولاية مؤخرا، يعني ومشروع القرار تم رخص البناء في طور الفحص والتدقيق من طرف المصالح المعنية، يعني المصالح القانونية الولاية، وسيتم إن شاء الله الإمضاء عليه في حالة عدم تواجد تحفظات من طرف هذه المصلحة. أي أن المرقية العقارية تواجه مشاكل إدارية عالقة، حيث تمت المصادقة على ملف رخصة البناء التجديد بالنسبة للمشروع المجاور من قبل الشباك الواحد لولاية الجزائر مؤخرا بتحفظ دفع غرامة مالية قدرها 20 مليون دينار وفق المرسوم التنفيذي رقم 2255 بشأن الأشغال الغير مطابقة لرخصة البناء، وذلك طبعا بعد المصادقة على مخطط التهيئة التعديلي من طرف لجنة التعمير والمصادقة على وثيقة القياس التعديلية من طرف مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي. ليس هذا فقط، بل المعنية بالأمر أنجزت عدة بنايات بطريقة غير مطابقة لما هي عليه في رخصة البناء. قد في ملف تجديد رخصة البناء تم رفضه عدة مرات من طرف الشباك الوحيد للولاية لتواجد عدة تحفظات، منها تحفظات في الموضوع يعني غيزاق دو فون، حيث تم إنجاز جزء من عمارة لمشروع السكني الاجتماعي التساومي المجاور في الأرضية المخصصة لمشروع 444 وحدة سكنية، حيث تم إعداد المشروع المجاور محضرين مخالفة للمرقي بسبب عدم مطابقة الأشغال المنجزة لرخصة البناء. المصالح المعنية تتوعد باتخاذ إجراءات في حق هذه المرقية العقارية. تم عدة إعذارات كتابية، من بينها إعذارين تم تبليغها عن طريق الصحف الوطنية في أواخر 2021 وبداية 2022، أيضا قصد حث المرقي على تسوية الوضعية الإدارية العالقة للمشروع، وهذا وكذا إعادة إطلاق الأشغال. وإن شاء الله يعني إحنا المرقي العقاري يتدارك الأمر ويعيد إطلاقه بمجرد حصوله على رخصة البناء. في المقابل ينتظر مئات المكتتبين اتخاذ هذه الإجراءات وتحريك وتيرة التعامل مع هذا المشروع الذي استغرق أزيد من 10 سنوات من الزمن دون أن يرى النور. بعد أشهر من الاتصال بالمرقية العقارية بغية إعطائها حق الرد لتوضح وتجيب على تساؤلات المكتتبين، اتصلنا وذهبنا للمقر كما شاهدتم. عشية بث التحقيق اتصلت بنا المرقية العقارية، أبلغتنا أنها أجرت عملية جراحية وهذا سبب عدم ردها سابقاً على اتصالاتنا، وهذا ما دار بيننا في المكالمة الهاتفية. ألو، صباح الخير. بونجور مدام، شراكم لاباس؟ الحمد لله. وانتيا؟ أنا نفس بيطار. الخير إن شاء الله. جيت إن أوبيراسيون. ربي يشافيك إن شاء الله. Madame, vous m'avez appelé quand je suis... Après, je fais le numéro de ta confiance. Ah, d'accord. Dites-moi, mes bères. Dites-moi, oui. Je suis Daniel. Ah, oui. Je suis un réceptionniste. Je suis un réceptionniste. Oui, madame, qu'est-ce que je peux faire? J'habite un rendez-vous que je m'adresse à les 444. مشاري لي 444 كلش. اوكي، لا با دو بروبليم. ما نجي نهضر معاك في التليفون اليوم. ايه اصبري لي دقيقه نخرج ما تكوبيش. وكلي فوتر كيستيون. لي كيستيون ديالي، علاش حبسوا الاشغال في لي 444؟ ما مش حبسينا، انا نكملوا مي ما عندناش البيرمي مازال ما طولناش،
انترميديير في الكوميتي تكنيك في الكوميتي الولايه جاز عطاونا لابروباسيون وقابلت لاباز بين الولايه ولا ديريكسيون تاع لوربانيزم غلط هما ما عطاولهمش كامل هذوك يرجعوا هذوك يرجعوا رجعوا يزيدوا التعطيل على التعطيل ديجا صافي 10 سنين تعطيل زادوا هذه الايامات تعطيل على التعطيل هما اللي مرضوني مرضوني مدام لا مالادي تاعي سي تو مالادي تاع لي نير داكور داكور الوغ لي 444 كملناهم هكذا كملناهم بلا دراهم باسكو ما خلصوناش كامل ما راهمش يخلصوا فينا يبان تانو دوني دلارجون باسكو لارجون فيان افيك لو بيرمي مي حنا كي رحنا لمديريه السكن لقينا كاينين سكنات مازال ماهيش كامله وكاين 180 مسكن مازال ما تسلمش اعطيني البيرمي نسلمهم اعطيني البيرمي اعطيني البيرمي تاع 444 باسكو باش تسلميهم يلزمك لو سيرتيفيكا دو كونفورميتي اي 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 يلزمك سيرتيفيكا دو كونفورميتي certificat de conformité, j'ai mis le permis modificatif. Modélité de chacun, la direction du logement. Et modélité de chacun, la direction du logement. Et donc la direction du logement, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Mais je suis là, je suis là, je suis عطينا الناس هما اللي كملوهم راهم يكملوا فيهم هكذا سلمنا بعض السكنات مي ما نجموش نسلموهم دونك ما عندناش لو سيرتيفيكات كونفورميتي الوغ لو سيرتيفيكات كونفورميتي بالبيرمي دو كونستروير البيرمي دو كونستروير عطيهولي نسلموهم غدوه راهم كاملين كامل 180 هكذا هما ما حبش يعطيونا بعثنا لهم لا ليست تاع الناس يفو انفويي لا ليست على ديريكسيون دو لوجمون اشاك فوا نعطيوها لها تعاود ترجعهم لنا اشاك فوا نعطيوها لها تعاود ترجعهم وانا شاك ترجع لنا كتبت للوزاره كتبت لا ديريكسيون كتبت للولايه كتبت للرئاسه كتبت بارتو 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 الشر لا يديرها فينا الاداره ربي اللي عالم بها يعني هو والمشكل هو نورمالمون العماره تاع 563 مسكن اللي راهي جايه على الطريق في المكان المخصص تاع 444 مسكن هادو parmi لي بروبليم اللي ما خلاوش البيرمي يخرج ومن ثاني على السكنات اللي لقاوها ماهيش مطابقه للخص الدين اللي راهي عندهم يا سامحيني مدام سامحيني ما تعرفيش وحده اللي عدوتنا هكذا دارت لنا المشاكل داكور دات نرجات مشاكل كاين قضيه تاع لي 444 هكذا في 444 جاج في الكوميتي دو ولايه جاج هكذا هكذا غيشي يونيك اللي باسي في غيشي يونيك كي جاج في غيشي يونيك دونك غيشي يونيك صافي واحد الشهر 4 شهور لي جاج علاش راكو تعطلوا فينا باش تعطيونا لو بيرمي موديفيكاتيف هاديه تاع 440 444 هاديه 444 كي تعطيني رخصة البناء الموديفيكاتيف أنا غدوة نحط البيرمي عند الموثق يعيط للناس كامل اللي ما دوش العقود تاعهم يديهم كاينين من المكتتبين اللي راهم يقولوا ما عندناش دي كونطرا وكاينين مكتتبين راهم يقولوا باللي راكي تقولي لهم زيدوا لي دراهم على واش خلصوا ما بلي خلصوا لا توتاليتي مدام 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 كاين الفوق كاين الفوق من الفوق لي كاين لي لوجمون كاين دي ال اس بي لتحت كاين لي كوميرس كاين واحد القانون في لا 1104 ارتيكل 36 يقول بلي اون ا لو دووا قانونيا اون ا لو دووا داكشواليزي داكور لتحت سي تان كوميرس الدوله ما دخلش روحها سي ليبر كيفاش الفوق ما نغيرش باسكو السكنات اجتماعيه الجهه التحتانيه الجهه حره انا راني 10 سنين ما خلصتنيش الدوله 10 سنين 10 ما ديتش لو ال اس بي ما ديتش دراهم تاع ال اس بي راني نتخبط وحدي الجهه التحتانيه القانون 11-04 لارتيكل نيميرو 36 يقول عندنا الحق باش بوغ اكشواليزي كيفاش تشري كوميرس حر تشري حر وتشري بالشومة تاع الال اس بي ما تنجمش اني نقول لهم خلصوا لي كوميرس بريفي الجهة التحتانية خلصوها هذا ما كان يكملوا يخلصوا مش حنا ما عطيكش باطل عندك كوميرس سي تان كوميرس الجهة الفوقانية ما تتبدلش علاش هكذاك علاش
علاش هكذا كيديروا فينا الشر؟ ما حبوش يكملوا يخلصوا التحتات. إلا على شي خلص قلت لهم أنا شيانشي، قلت لهم هم لك مفاتحة دخلوا سكنوا، هدينا نديرها ونديرها أنا يا نية الله مدام نعطيهم مفاتحة يدخلوا يسكنوا ونديرهم أنا شيانشي. أنا شيانشي خلصوا بالعقل جهة الدولة تسمح لنا باش نزيدوا، مانيش نكذب أنايا نطبق في القانون. هذا ما كان ال اس بي واش يقول؟ يقول سكن 210 قدام الدولة تعطيك 70 داكور، هادوك لي شارج لي شارج كاين تطبيق القانون تاع لي شارج لازم يخلصوهم. ماك الافريقيين ماشي هما الجزائريين هما اللي يكريو لهم الديور ماشي تاعهم يكريو لهم. رجعت على سعدي نشري البيبان تاع الحديد وندير البيبان تاع الحديد، انا بلاصي البيبان تاع الحديد. ما راهم مخلصين، كاين اللي ما خلصش وما خلصش، خلص مليار و200 عندك وين؟ وين عندك انت يا انا اعوذ بالله انا يخلصوا عندي قانونيين 210 ما سمعيش الناس واش يقولوا لك. هما اللي يبيعوا يبيعوا مليار و200 يعاودوا يبيعوا اللوجمون تاعهم على هذا اللي قالوا لي خلصيها، لا دات اللي قالوا لي خلصيها، منين خلصها منين؟ وعلاش تقولي لي خلص البروسي؟ انا بروسي خلص، خلص بروسي تاع ارض ماشي مليحه داكوغ. الشي تي سي هو اللي قال لي بدلي الموطا، يا اللي بدلت الموطا زادوا عقلوني لتقولي ان بروسي روحي خلصي جوج ملاير. كيفاش لي زوبيجي ما خلصوش وانا يا اللي انا نخلص من جيبي نخلص؟ علاش 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 هذا الظلم؟ علاش هذا الظلم؟ بعد المكالمة الأولى اتصلت بنا المرقية العقارية ثانية لتبلغنا أنها سترسل ملفات محملة على قرص مضغوط مع أحد من طرفها. وي مدام حبيت نبعثك كلكوز انفورماسيون سوغ ان فلاش ديسك ولا سي دي. واش تبعتيهم لي؟ دوق يجيك افون ميدي يسرا شيفو. ايه هبعتيه ماشي مشكل. اسمع شوين جيتو؟ ما جيها جيتو نتوما؟ لا بلجي سافكس دخلة سافكس. واش معها؟ هذيك عند الدخلة. عند الدخلة قولي لهم الحياة تي في يدبروا لي طالهم هما يجيبوكم. يعطيك الصحة مدام. أن توكا جو فيغ أن أرتيكل دون جورنال. جو في دير لا سول شين كي سي بونشي سور لو بروبليم كي دور دوبي 10 أون سي بيان لا شين الحياة. هذا مكان مدام فرحتي. بعد مدة وصل الشخص الذي أرسلته المرقية العقارية إلى مقر القناة. سلمنا الظرف الخاص بصاحبة المشروع وهذا ما وجدناه داخل القرص المضغوط.